بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الأحبة، هذه كلمات عن مشروعية الزكاة. الزكاة تطلق في اللغة على معاني منها المدح والتطهير والنماء والزيادة والبركة، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بإخراج مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. وفرضية الزكاة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، والمسلمون يجمعون على وجوبها وفرضيتها على كل مسلم ملك نصابا زكويا ملكا تاما. والأدلة على فرضية الزكاة كثيرة، فمن ذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال الله عز وجل أيضا في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وكذلك أيضا السنة كثيرة، فمن ذلك حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي حديث ابن عباس أيضا المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت عليه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
فالزكاة فرض وحق واجب على الأغنياء لإخوانهم الفقراء، وتارك الزكاة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يتركها جحدا لوجوبه، بمعنى أن ينكر وجوبه ويزعم أنها ليست واجبة، فهذا يكفر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فالله سبحانه وتعالى أوجبها في كتابه، النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها في سنته، والمسلمون يجمعون على وجوبها. فمن كذب القرآن أو السنة أو الإجماع فقد خرج من ملة الإسلام. والقسم الثاني أن يتركها بخلا وتهاونا وشحا بالمال، فهذا لا يكفر، وإنما أتى كبيرة من كبائر الذنوب، ويدل لعدم كفره أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة السابق لما ذكر مانع الزكاة قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو خرج عن ملة الإسلام لم يكن له سبيل إلى الجنة. ومن تركها تهاونا وكسلا فإن الإمام يقاتله حتى يؤدي منها حقها، وأيضا يعزر على تركها، تؤخذ منه ويعزر ويقاتل حتى يدفعها. ويدل لذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على موافقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قتال المرتدين، فإن من المرتدين من منع الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وساعده الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، وأجمعوا على قتال مانع الزكاة. وقال رضي الله تعالى عنه: لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. والزكاة مع أنها فرض وركن من أركان الإسلام فإن فيها خيرا عظيما ومصالح كثيرة، ولها حكم عظيمة، لها مصالح عظيمة تعود على المزكي وعلى المال المزكى وعلى المتزكي الفقير الذي أخذ الزكاة، وتعود أيضا على المجتمع كله بالسعادة والفلاح والهنا. فالزكاة لها حكم عظيمة ومصالح كبيرة، من هذه الحكم الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأداء هذا الحق الواجب، ومنها التعبد لله عز وجل بأداء هذا الفرض العظيم.
ومنها ما يناله المزكي من فضل عظيم وأجر كبير عند الله عز وجل. وهذا الفضل الوارد في إخراج هذه الصدقات وتلك الزكوات متعدد، فمن صور هذا الفضل أن إخراج هذا الجزء سبب لأن يستظل المزكي في بظل الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ففي حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأيضا من صور الفضل الوارد أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي تدنى الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون على قدر ميل منهم، كل يحتاج إلى الظل، إلى أن يستظل. المتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة، فأكثر أو استقل من هذا الظل. ومن صور فضل إخراج هذه الزكوات والصدقات الخلف من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم آت منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم آت ممسكا تلفا. ومن صور الفضل أيضا أنها سبب للزيادة، فما نقصت صدقة من مال، فالصدقة لا تنقص المال وإنما تزيده وتبارك فيه وتحفظه. ومن صور الفضل مضاعفة الأجور عند الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى يتقبل صدقة العبد بيمينه ويربيها له، كما يربي حتى تكون كالجبل العظيم، كما يربي أحدكم فلوة، يعني ولد الناقة. كذلك أيضا من فوائد هذه الزكوات والصدقات أن المسلم يسلم بإخراجها من شؤم عدم إخراجها من الإثم والعقوبة المرتبة على عدم الإخراج. وقد سمعتم شيئا من ذلك، كما في حديث أبي هريرة الطويل في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره إلى آخره. وصاحب المال كما جاء أيضا في مسلم أنه يمثل له ماله شجاعا أقرع، يعني ثعبان أقرع ليس على رأسه شعر لشدة سمه، فيأخذ بشدقيه
ويقول أنا مالك أنا كنزك، كما أن عدم إخراج الزكاة سبب لنقصه وحصول الآفة فيه وتلفه وعدم حفظه. كذلك أيضا من حكم الزكاة أيها الأحبة أنها تزكي صاحبها. الزكاة زكاتان، زكاة حسية وزكاة معنوية. زكاة الحسية إذا أخرجت ترتب على ذلك حصول الزكاة المعنوية، فإذا أخرجت هذا الجزء من مالك فإن هذا المزكي يتزكى زكاة معنوية. الزكاة الحسية للمال والزكاة المعنوية للمزكي نفسه، فإن قلبه يتزكى وأعماله تتزكى وجوارحه تتزكى، يتصف بصفات الجود والكرم والإيثار ويبتعد عن رذائل الأخلاق كالبخل والشح والأنانية وعدم الإيثار وحب الدنيا والتعلق بها. كما أن من أهم ما يزكي المسلم إذا أخرج الزكاة يتزكى بالتوحيد والبعد عن الشرك، لأن عدم إخراج الزكاة هذا غلو في حب المال. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا على المحبة، وذكروا أن المحبة أقسام، وذكروا المحبة الشركية والمحبة التي هي عبادة، وأن المحبة الشركية منها ما هي محبة توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر، كما لو ساوى غير الله بالله في الحب، وقد تكون موصلة لصاحبها للشرك الأصغر، كما إذا غلا في المحبة الطبيعية. الغلو في المحبة الطبيعية ينقل صاحبها إلى درجة الشرك. حب المال لا يلام عليه الإنسان، هذا أمر طبيعي فطر عليه الإنسان جبل، لكن أن يغلو في حب المال فإن غلوه في حب المال هذا يصير هذه المحبة محبة شركية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. فإذا غلا في حب هذا المال وأصبح يوالي من أجله ويعادي من أجله ويرضى ويسخط من أجله ويجمعه من جميع طرقه، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، يمنع الحق الواجب فيه، هذا من الغلو في محبة هذا المال الذي يصيره شركا عند الله عز وجل. فالزكاة تزكي صاحبها، تزكي هذه الزكاة المعنوية العظيمة، تزكي إيمانه، تزكي توحيده، تزكي قلبه، تكسبه صفات أهل الجود والكرم والإيثار وعدم حب المال وتعلق القلب به. كما أن عدم إخراج الزكاة هذا يؤدي إلى أن يكتسب صاحبها
بما أشرنا إليه من رذائل الأخلاق. كذلك أيضا من فوائد الزكاة وحكمها أنها تزكي المتزكي، الفقير الذي أخذ المال يتزكى بهذه الزكاة، ينسلب ما بقلبه على إخوانه الأغنياء. فأخوه الغني إذا دفع شيئا من ماله إلى أخيه الفقير فإنما قد يوجد في قلب هذا الفقير من الحسد الذي قد يبعثه الشيطان في قلبه، فإنه ينسلب بإذن الله عز وجل بهذا الجزء من المال فيتزكى هذا الفقير. وإذا تزكى الغني وتزكى الفقير تزكى المجتمع كله، وحصل للمجتمع التكافل والتعاون والتآزر والتناصر، وتحقق في المجتمع حقوق الأخوة الإسلامية. المسلمون تؤلف بينهم عقيدة الإسلام، ويجمع بينهم رباط الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الأخوة الإسلامية ليست مجرد كلمات تكتب أو ألفاظ تنطق، بل لها حقوقها وواجباتها ومقتضياتها. من حقوقها وواجباتها ومقتضياتها بين المسلمين تناصح والتكافل والتعاون والتساعد والتآزر، وأن يعيش المسلم بأحاسيس إخوانه المسلمين، وأن يسعى إلى نصرتهم ومساعدتهم والوقوف مع محتاجهم وفقيرهم في إخراج هذا الجزء من المال تحقيق لشيء من حقوق هذه الأخوة الإسلامية. فهذه الزكاة، كما أن هذه الزكاة لا تنقص المال، بل هي وإن كانت هي تنقصه حسا إلا أنها تزيده معنى، وكذلك أيضا تزيده حسا وإن لم يكن ذلك في الوقت الحاضر. أيضا من فوائد الزكاة وحكمها أن المسلم يحفظ ماله. مالك الحقيقي هو المال الذي تجده موفورا لك يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم: أيكم أحب إلي، ماله أو مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. فالمال الحقيقي هو المال الذي تقدمه وتتصدق به وتخرجه، أما ما عدا هذا المال فإنه ليس لك، وإنما أنت أمين عليه حتى يأتي الوارث ويقبضه منك. بل قبل أن يموت الإنسان، إذا مرض الإنسان مرض الموت، يعني أصيب بمرض يخشى عليه من الهلاك، مثل اليوم بعض أمراض السرطانات أو بعض الأمراض
التي تشاكل هذا المرض يخشى على صاحبها من الهلاك إذا مرض هذا المرض فإنه يكون محجورا عليه، لا يملك أن يتبرع من ماله، أن يتصرف تصرفا فيه تبرع بالوقف أو بالهبة أو بالوصية أو بالمحاباة أو بالصدقة أو بالعتق، لا يملك إلا الثلث فقط، ما عدا ذلك فإنه يكون محجورا عليه لحظ الورثة. وهذا مما ينبغي للمسلم أن يتنبه له، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على أن يبادر بالصدقة، وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر. فإذا لم يتصدق وفاجأه الموت إن وصى فالثلث فاقا، إن لم يفاجئه الموت وفاجأه المرض فإنه لا يملك من ماله تبرعا إلا الثلث فقط. وهذا يدلك على أن المال الحقيقي الذي يكتنزه المسلم لكي يجده عند الله عز وجل، لكي يرتفع به درجة عند الله عز وجل، المال الحقيقي هو المال الذي يتصدق به ويقدمه. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما عرفوا حقيقة هذا المال وحقيقة هذه الدنيا لم يكن المال في قلوبهم، وإنما كان المال في أيديهم، فسرعان ما يدعى إلى التصدق والتبرع والإحسان تجد أنهم يبادرون بإخراج هذا المال تطوعا فضلا عن الحق الواجب. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بجميع ماله، عمر رضي الله تعالى عنه تصدق بنصف ماله، عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالزكاة أيها الأحبة أمرها عظيم وشأنها كبير، فينبغي للمسلم أن يحرص على إخراج هذا الحق الواجب. وأيضا نتنبه إلى أنه لا يكفي أن يخرج المسلم الحق الواجب فقط، بل لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، ولا يكون مؤديا لهذا الواجب حتى يضع هذا الحق الواجب تاما، حتى يضعه في مواضعه التي أمر الله عز وجل أن يوضع فيه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فعلينا أيها الأحبة أن نتنبه لهذا الحق الواجب ونكتأسف. اليوم تجد أن بعض المسلمين أن عنده خيرا عظيما، ومع ذلك يشح بهذا الحق الواجب، وهو شيء يسير، في المئة 2.5، 98.5، هذه ليس فيها شيء، فهذا شيء يسير بالنسبة لنعمة المال التي وهبك الله إياها وحبك وأعطاك إياها. فينبغي لنا أن نخرجها موفورة طيبة بها نفوسنا، وأما التساهل في إخراجها أو التساهل في وضعها في مواضعها أو التحيل على إخراج هذه الصدقة أو المحاباة فيها،
بعض الناس يتحيل على هذا الحق الواجب فتجده يريد أن يحابي بذلك صديقا أو أن ينفع بها قريبا أو أن يسترده أو أن يستردها هو بنفسه، كأن يجعلها في أصوله أو يجعلها في فروعه أو نحو ذلك، فهذا لا يبرئه أمام الله عز وجل. إذا أراد المسلم أن يعطي وأن يتبرع وأن يتصدق فباب صدقة التطوع مفتوح ولله الحمد، أما هذا الحق الواجب فيجب أن يتحرى به المستحقين وأن يتحرى به أهل الزكاة وأصنافها وأن يضعها فيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المزكين المتصدقين المنفقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا.